السلام عليكم. ان شاء الله نوجد معكم اوراطه مشويه في الفران، كتجي روعه، وواحد الكيكه بلا دقيق بلا بيض كتجي ولا اروع. خليكم على المقادير وطريقه التحضير، ندعو على بركه الله. كنحتاجو واحد 4 البطاطات على حساب افراد العائله، كندير عليهم 2 معالق ديال الزيت البلديه مع شويه الملحه وشويه عشوب ديال الحوت. اللي ما عندوش العشوب كيعوضو بازيليكو او لا يزير، اي حاجة عندك كتعوضي بها، ماشي ضروري العشوب ديال الحوت. كنخلطو الكل، او كنحتاجو اللاطة ديال الفران كندهنوها بشوية الزيت او كنصبو فيها الخليط. اللي بغى يدير كارطة فورنو يديرها، اللي ما بغاش ماشي ضروري. كيف كتشوفوا البنات انا محتاجيتاش. صراحه البنات هاد الاكله هذه كتجي روعه، كتجي البطاطا مشويه في الفران مع البطاطا كتجي روعه وخفيفه للغدا ولا العشاء، والوليدات كيحماقوا عليها. كيف كتشوفوا هنا نحتاجوا 2 اوراطات، غندير عليهم شويه الملحه وشويه البزار وشويه عشوب ديال الحوت. صراحه هاد البنات هاد العشوب كناخذهم من ليدل، روعه فنين، كيجيو في اي حوت، وانا كنستعملهم في اوراطه بزاف. كيف كتشوفوا كنبقاو نحاولوا ندخلوا في الحوت الداخل باش هكا تجي بنينه. اوراق البنات ديما فلحوها شويه بالموس ودخلوا فيها هكا باش تجي بنينه. بعد ما درتها في اللاطه غنزيد عليها شرائح ديال الحامض مع شويه جوج رويسات ديال الثومه باش هكا الحوت ما تيجي زفر وتيجي بنين. كيف كتشوفوا البنات على هذه الطريقه، هذه الرويسات غنخشي مصينين. صراحه البنات هاد الوصفه كتجي ولا اروع، غير جربوها وردوا عليا. وبالزربه كتحضر وكتاخذ من وقتكم بزاف، هكا الغدا ولا العشاء كتجي خفيفه، تقدموها مع سلطه ولا مع شي حاجه هكا خفيفه، روعه البنات. وهنا البنات كيف كتشوفوا بعد ما ساليت غنزيد عليهم كاس ديال الماء، غير كاس كافي البنات، حيت هاد الأوراطة في الفران ما كتبغيش الماء بزاف. وغادا نزيد عليهم شويه الزيت البلديه، تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، غنصبهم هكا على الحوت وعلى البطاطا من الفوق. وغادي ندير عليهم بابي فورنو، وغنزيد عليهم بابي الومنيو هكا باش كتصمت لينا الحوته والبطاطا كيطيبوا لينا بالزربه. وغنخليهم حتى يطيبوا في الفران على درجه الحراره 180 على الفوق والتحت. بعد ما كطيب لينا البطاطا والحوت كنزولوا بابي الومنيو بابي فورنو، وكنخليو الحوتات كيتحمروا مزيان. هنا البنات بعد ما جبت الحوتات من الفران كيجيو على هذا الشكل، هذا كيف كتشوفوا كيجيو محمرين وبنان البنات، كيحماق عليهم الكبير والصغير. وهكا بالنسبه لي ديال الريجيم هاد الاكله زوينه وخفيفه، ما فيها لا عطريه لا زيت لا حتى شي حاجه، كتجي خفيفه. كيف كتشوفوا كيجيو فنين. وهنا البنات غندوز غنوجد معكم واحد الكيكه اللي كتجي ولا اروع. كنحتاجو اي بسكوت شيط عندكم في الدار كطحنوه، انا عندي هنا 4 كيسان ديال البسكوت، كنزيد عليهم تقريبا واحد 2 دراهم ديال الشوكولات، اي شوكولات عندكم. وكنزيد 2 معالق كبار ديال الكاكاو مر
البنات ونعطيكم المقادير في نفس الوقت وانا كنحضرها. صراحه البنات كتجي روعه، كتجي معلكه وروعه، تيحماقوا على الوليدات. وغادا نحتاج جوج معالق كبار ديال السكر، مع رشيشة ديال الملحة، وغنحتاج خمارة الحلوة ديال 16 غرام، بالنسبة للمغرب جوج خمارات ديال الحلوة، غنخلط مزيان هاد العناصر الجافة، وغنزيد عليها جوج كيسان كبار ديال الحليب. هاد المقطع البنات ما تشدش ليا، كنعتذر. جوج كيسان كبار ديال الحليب، نفس الكاس اللي غتعبروا به بسكوتي، انا هنا درت 4 كيسان ديال البسكوتي مع جوج كيسان ديال الحليب بارد، وتنخلطوا الكل مزيان البنات كيف كتشوفوا. ما تنحتاجوا لا مونينيكس لا طراب ديال الضو ولا حتى حاجه، غير باليد بالزربه تتوجد. من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه كتكون موجوده هذه الكيكه كيف كتشوفوا البنات. كنخلطوها بحال هذا الشكل هذا، وهنا غادي ناخذ الطاوه ديال الفران، غندهنها بشويه الزيت، وغادي نرشها بشويه كاكاو مارو مع شويه دقيق الفورس، هكا باش الكيكه ما كتجيناش بيضه من التحت. كندهنوها مزيان، وبعد ما كندهنوها كنصبوا فيها الخليط، وهنا البنات غادي ندخلوها الفران على درجة الحرارة 180، شعل الفوق لتحت مدة 15 دقيقة، كتكون الكيكة ديالنا موجودة. وبعد ما نخرجوها من الفران البنات كتجي على هذا الشكل هذا، والتزيين كيبقى اختياري. انا هنا احتاجيت الشوكولات دوبته، زدت عليه ياغورت، اي دانون عندكم. انا هنا احتاجيت ديال الكراميل، ودهنتها مزيان وزينتها بفيرميسيل، والبسكوت نفس البسكوت اللي طحنت بس طيب الكيكه بس زينتها، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي روعه وكتجي خفيفه البنات ومعلكه وبالزربه كتوجد، وكيحماق عليها الكبير والصغير. والمقادير بساط وكاينين في كل بيت. هنا البنات غدا نقطعها قدامكم وغادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش تيجي وكيفاش كتجي معلكه من الداخل. انا البنات غنبقى قدامكم، كتجي ولا اروع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف طريف على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك، وتابعوا عندي في القناه فضلا وليس امرا. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.